سبحان الله العظيم. طب في غير ما آية من القرآن الكريم وربنا تبارك وتعالى يوصينا بالوالدين، وقضى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نقرأ في موضع آخر في قوله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ومرة يقول إحسانا، ومرة يقول ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. ما اللمسة البيانية الموجودة في وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ وكيف نفسر هذه الاختلافات بين الآيات الكريمات واللمسة البيانية الموجودة في كل آية؟ كل مع أنه الكل يدور حول توصية الإنسان بوالديه. صدقت. فضلت. الآية التي يعني صدرت بها السؤال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. نعم. اللمسات البيانية في هذه. جيد. طبعا معنى قضاء أمر أمرا مقطوعا، قضى ربك هكذا. نعم. أمر ألا تعبدوا إلا إياها فيها أمور نحوية، إلا ناهية أو نافية، يعني هذا أمر آخر. يأتي إلى وبالوالدين إحسانا. عن هو يعني كثيرا ما يقال أحسن إلى الناس بإلى، أحسن إلى، وأحسن كما أحسن الله إليك، إليك، وأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، هذا الأصل. هنا قال وبالوالدين إحسانا وليس. نعم. إلى الوالدين وبال صحيح. طيب ما هو يعني الإحسان الأصل فيه إلى، يكون بإلى. أحسن إليه يتعدى بحرف الجر إلى، إلى هو الأصل فيه. وكذا يبقى سبب المجيء بالباء وبالوالدين إحسانا وليس للوالدين، وليس إلى الوالدين. طبعا فيها أكثر من تخريج يعني نحوي، وطبعا انسحب عليه البياني. نعم. إما الإحسان إلى عام، لكن الإحسان هو إلصاق الإحسان بهما، الباء الإلصاق، الإلصاق طبعا. كتبت بالقلم في الأصل، الباء الإلصاق، كتبت بالقلم طبعاً. معنى الباء الداخلة على القلم أنه ملتصق بالقرطاس. استعانة هي كلها تقريبا تعود إلى الباء، يعني إلى هذا. نعم. حتى كل أنواعها الباء تعود إلى الإلصاق، غير حتى الاستعانة وغير الاستعانة. نعم. تعود إلى الإلصاق. يعني ألصق إحسانك بهما. الله. ليس مجرد الإحسان ولو من بعيد، ما لا يفي بالغرض. لا يفي بالغرض. وقسم جعل على التضمين معنى اللطف، يعني ألطف بهما، أجعل الإحسان. نعم، كما في قول يوسف قال وقد أحسن بي أخرجني من السجن. وهذا تضمين لطف، لطف به، يعني ليس لأن الإحسان أرى الناس أحسن إلى الناس جميعهم، لكن هذا إحسان خاص. هو التضمين إشراب فعل، دلالة فعل آخر على فعل آخر، يتعدى هذا بقرينة بنفس الحرف الجر الذي يتعدى به الذي الآخر حتى يعني. نعم. استفيد منه. فإما أن ضمن على أنه معنى اللطف، لطف به، لطف بهما، وإما على إلصاق الإحسان بهما. جيد. كلاهما هو معنى يؤدي إلى الزيادة في الإحسان إليهما. نعم. كلاهما. يعني في أي معنى تأخذه راح يؤدي. هذا توسع؟ قد يكون مع توسع. نعم. قد يكون. يأتي إلى اختيار الوالدين وبالوالدين وليس. نعم. بالأبوين. ما الفرق اللغوي بداية بين الوالد والأب؟ لا هو أم له فرق؟ لا لا هو في يعني في الأصل الوالد من الولادة، يعني هو أبوه الحقيقي. طبعا هو الأصل هكذا. آه. الوالد من الولادة، يعني هي في الأصل المرأة التي تلد وليس الرجل. الرجل فكان باب التغليب، هو في الأصل الوالدة يعني والدة. طب الرجل ماذا يقال عليه؟ أب، مش والد. لا هو طبعا الآن العرب غلبت، قالت والد و ووالدة، والوالدة المرأة هي التي تلد مش. نعم. الرجل. نعم. في التغليب كما. أن الأبوين تغليب للأب وليس للأم، يعني أم هذه.
اه صح، احسنت. يعني المفروض هو اب وهي ام. وهكذا. فالتغليب، تغليب الوالدين، الوالدة يبقى والوالدين، ولد. يغلبون المذكر هما. هذه العادة نعم العربية. تغلب. جيد. القمران، الشمس والقمر، اه يغلبون المذكر هما. نعم. فالوالدان هو تغليب، يعني هو، لكن الأصل للوالدة هي اللي تلد، والأبوين تغليب الأب. طب يبقى مناط الحكم او مناط العله في الايه على الوالده ام الاثنين؟ وهذا اختار الآن، هو اختار الوالدين. ما ولم يختار الابوين. في القرآن لم يرد الدعاء لهما أو البر بهما إلا بلفظ الوالدين، لم يرد بلفظ الأبوين. قل مثل ماذا مثلا؟ وبالوالدين إحسانا، كما سنأتي، ووصينا الإنسان بوالديه بوالديه. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين وبالوالدين. إحسانا، ووصينا الإنسان، لا لم يرد مرة بأبويه، ووصينا الإنسان لا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كل رب اغفر لي ولوالدي. ولوالدي وللمؤمنين، رب اغفر لي ولوالدي. نعم. لم يأتي الدعاء لهما أو البر بهما إلا بلفظ الوالدين، إلماح إلى لفظ إلى الولادة، وفي ذلك إشارة، إلماح إلى أن الأم أحق بحسن الصحبة الأم. لأن هي الولادة. الله. المح هذا إلى أن الأم أحق أولى بحسن الصحبة. ولو قال الأبوين لا، ربما ينصرف الذهن للأب. يعني الأب أولى راح يكون، لكن الأب يأتي في يعني أمور أخرى في المواريث، لأن نصيبه أكبر. آه. يأتي ولأبويه لكل واحد منهما كذا، يأتي الأبوين لكل هكذا، لأن نصيب الأب أكبر من نصيب طب الأم. يعني هل هذا دلالة مثلا في سورة يوسف إذ قال يوسف لأبيه ليس لوالده مثلا؟ هل هذا تعلق معين بنوعية معينة من الدلالة مفهومة في مجموعة الأفكار والمفاهيم الخاصة لا، باللغة العربية ليس مثلا؟ بالضرورة، لكن ممكن تسألني السؤال، قال رفع أبويه على العرش، أنا سألت بالضبط، بس كنت يعني أنتظر الإجابة على هذا حتى آتي بالثاني. هو يعني لأبيه، لأن هو خبر إلى الآن، ليس في مقام تغليب يعني فاختار، قال لأبي، تمام. خاصة أن الكلام هو كله يدور مع يوسف وأبيه، اه أصلا لم تذكر الأم أصلا في جميع القصة، صحيح، هو بداية الحديث كله من الأول للآخر مع الأب. كله مع الأب. هو طيب كده فهمنا يعني الوالدين ينصرف الذهن، او الاولى رقم واحد الاولويه للوالده ثم الولد، لو قال الابوين ينصرف الى الاب ثم بالاولى يبقى اختيار الصيغه احسانا وبالولدين احسانا. اذا قرناها مع غير ما اي من القران الكريم نجد مره احسانا مره حسنا، مره وصينا الانسان بولديه، لا احسانا ولا حسنا. حقيقه دي يعني قبل هذا اتفضل. أن أنتهي يعني إلى بعض الأمور الأخرى في هذه الآية ثم أنتقل إلى ما يا ليت، تفضل. قضى ربك، يعني حكم. اختيار لفظ الرب ليس قضى الله، لأن القضاء بمعنى حكم. الرب هو المربي في اللغة، صح، والآن الوصية في المربي هو الأبوين. نعم. فناسب ذكر الرب الذي هو المربي في الوصية في من ربياه، بالرغم من انه حكم طبعا، يعني قضى بمعنى حكم قطعي. نعم. امر امرا مقطوعا، هو ربك، خلص، وربنا سبحانه وتعالى لا اله، لكن اختيار الرب هنا نعم متناسب مع يعني مع التربيه، هو صح. رباه، ربنا هو ربنا اجمعين، وانشانا وتكفل بنا ربنا، وهما ربياه، فاختيار الرب هو المناسب. وقضى ربك، يعني إذا معذرة سيدي، إذا حتى مجموعة الأوامر الإلهية لا تصدر لمجرد أنها أوامر إلهية، تصدر بحكمة في التشريع والأمر. صدقت. ولو كان مجرد أمر لقال وقضى الله مثلا يعني. وعلينا التنفيذ، لكن اختيار في مكانه، سبحان الله العظيم، هو ربانا وأمرنا بالإحسان إلى من ربيان كما ربياني صغيرا. نعم. أصل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما قالش وقضى ربكم، هو ده يتكلم الآن على إخبار للرسول الذي هو المبلغ. أوه أحسنت، إذا قضى ربك للرسول طبعا ألا تعبدوا إلا إياه، للرسول هذا وللأمة. للأمة كلها.
تمام. إما يبلغن عندك الكبر. بسم الله التعبير. طبعا النهاية الشرطية وما زائدة مؤكدة. إما مؤكدة يصلها إن إما إن ما ما لا إما ميم عليها شدة. لا بس لكن هي أصلها هكذا الكتابة. أصلها إن ما إن الشرطية مع ما التي قسم يسميها زائدة العموم قسم يسموها صلة لكن بالمعنى واحد أنها لو أسقطت تفيد التوكيد على أي حال. جيد. ويبلغن نعم. مؤكد صار توكيدين توكيد فيما وتوكيد في يبلغن نون توكيد نعم. ثقيلة ثقيلة لا يسجنن إذا هذا يعني الأمر صعب فيه ثقيل. شدة وفيه ثقيل وفيه توكيد توكيد إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف كلمة ضجر. ما معنى أف في اللغة العربية؟ هم عند النحاة طبعا نعم. هي اسم فعل بمعنى تضجر اسم فعل مضارع نعم بمعنى تضجر اسم فعل يعني لا تسمعهم كلمة ضجر. هل المقصود لغة هذه الكلمة تحديدا ليس أف ليس بالضرورة لكن كل ما يدعو إلى الضجر كل ما يشعرهما بالضجر. الله أكبر. كل ما يشعرهما بالضجر نعم يعني أنت لا تنهرهما الزجر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة من الرحمة تواضع لهما اخفض وهنا هي جناح الذل تواضع لهما وتذلل تذلل لهما من الرحمة هاي من تعليلية من فرط رحمتك بهما يعني كل هذا فعله من سوء أدبه تعليل هذا أيوة. فعله هذا من حسن أدبه تواضع لهما من الرحمة من رحمتك بهما من زيادة الرحمة نعم فهذا من تفيد التعليل ثم ادعو الله أن يرحمهما وقل ربي بالدعاء بلفظ الرب المناسب لربياني وربك رحمهما نعم. كما ربياني لاحظ على أنه الدعاء برب الآن وقل ربي ولم يرد في القرآن دعاء إلا بلفظ الرب فيش الله إلهي كذا في القرآن ليس هنالك دعاء إلا في موطن واحد وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الله. فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب هذا لا يناسب الرب الربوبية والتعهد الله المقام مقام شدة مقام وقوة انزل يعني ايش امطر علينا حجارة من السماء مقام عذاب وشدة وبطش وقهر نعم فاذا لا يناسب اصلا ذكر الرب هذا الذي هو المربي والمنعم والمتفضل وليس في القرآن الدعاء بغير الرب مطلقا ليس يعني حتى قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا انزل علينا السلام هذا من حيث الآية نعم. أنا قبل أن أنطلق إلى المقارنة بينه وبين الثلاث آيات الأخرى كان يحضرني قول المتنبي على ما أعتقد إنما قال أو الشاعر لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي فقال الآخر يعني ساخرا منه أعطني شربة من ماء الملام قال أعطيك شربة من ماء الملام شريطة أن تعطيني قطعة من جناح الذل يعني حتى تعبير القرآن بجناح الذل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة تعبير عجيب حقيقة جناح الذل لما ما قال تذلل لهما أو كن رؤوفا بهما رحيما جناح الذل من الرحمة طب إذا نظرنا إلى هذه الآية ومثيلاتها بالقرآن الكريم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وحسنا ومرة وصينا الإنسان بوالديه لا إحسانا ولا حسنا فكيف نفهم اللمسة البيانية المتغيرة مع اختلاف الآيات الكريمات يعني هي إحدى هذه الآيات هي في سورة لقمان نعم. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه والأخرى في العنكبوت العنكبوت وصينا الإنسان بوالديه حسنا أحسنت. وفي الأحقاف إحسانا نعم أحسنت أحسنت هو يعني في لقمان أولا هو ما لم يقل حسنا ولا إحسانا لكن هو قال وصاحبهما في الدنيا معروفا نعم أولا هذا لم يقل في لقمان الموضعين الآخرين وصاحبهما في الدنيا معروفا صحيح
ذكر أمر آخر هنا. نعم. حقيقة هنالك يعني إذا نتوسع بها يصير أكثر من يعني كلام فيها. المقام في لقمان في المصاحبة والمعاشرة بين الناس. مصاحبة الأب لابنه، ومصاحبة الابن لأبويه، ومصاحبته للآخرين، علمه في أصول المصاحبة والمعاشرة في لقمان. إذا تعبر عن حالة اجتماعية معينة. نعم، هذا سمت العام لها. وهكذا. تمام. يعني لقمان وهو ينصح ابنه، والوصية بكيف يعامل أبويه، ثم أنه قال كيف يعامل الناس، اغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات صوت الحمير، واصبر على ما، أقم الصلاة، وأمر بالمعروف. وصايا كلها وصايا، يعني وصية في المجتمع، الأسرة والمجتمع، في المصاحبة، في أصول المصاحبة. نعم. يعني كيف يمشي، كيف لا يتكبر، لا تمشي في الأرض مرحا، هكذا في تعليم الآداب والوصايا. في لا في العنكبوت ولا في الأحقاف، هذا الأمر، هذا أمر. ثم قال صاحبهما في الدنيا معروفا، ولم يقل بمعروف أصلا، وصاحب بي لحرف الجر بي طبعا، مصاحبة معروفا طبعا، لم مثل وأمسكوهن بمعروف، أفارقوهن بمعروف. ما قال صاحبهما بمعروف. صح، صاحب هي معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفة. معروفة ماذا، ما موقعها من الإعراب؟ تمييز أم حال أم؟ ممكن يكون تمييز، ممكن يكون حال، وممكن يكون يعني مفعول مطلق، هذا وصف المفعول المطلق. وصاحبهما في الدنيا صحابا معروفا يعني. ممكن. طيب، لكن لماذا لم يقل بمعروف؟ مهم، لماذا؟ أراد أن تكون المصاحبة هي المعروف بعينه وليست بالمعروف. أنا فضلتك أفدت الآن أنها تدل على الإلصاق. نعم. يعني حتى لو قال بمعروف هنالك التصاق. هناك التصاق. نعم. أمسكوهن بمعروف، سرحوهن بمعروف، لكن هذه ليست ليس بمعروف، وإنما هي المعروف بعينه، ليست بالمعروف. أقوى إذا أقوى. هي المعروف. الدلالة والتعبير عن الحالة التي يود التعبير. هي المعروف بعينه. نعم. يعني فرق، لا لاحظ، لما أمسكوهن بمعروف، الرجل قد ينهر زوجته. صح. أحيانا ممكن يعضلها. وارد. ممكن يضربها. ممكن. ممكن. لا يمكن أن يفعل هذا مع الأبوين. الله. ذلك لم يقل بمعروف، هو المعروف بعينه. يعني لا تفكر أبدا بأي شكل من الأشكال في أذيتهما. المصاحبة هي المعروف وليست بالمعروف، هي المعروف. أحسنت. ولم يكتفي بالمصاحبة فقط، وصاحبهما في الدنيا. يعني كان المفروض المصاحبة لها قواعد وضوابط أيضا. تمام. لكن معروفة. يبقى لماذا لم يقل حسنا أو إحسانا وقال في غيره؟ ومرة حسنا ومرة إحسانا. مرة حسنا. لاحظ أنه هما في لقمان يفترض أن أبويه يجاهدانه على الشرك. وهكذا. وإن جاهداك على أن تشرك بي. نعم. وهكذا. صحيح. إذن ترك الأمر طبقة المصاحب المعروف، هذا أمره. نعم. بينما تلاحظ في الأحقاف هم الوالدان مؤمنان. وبعدين مو فقط هذا، هو في لقمان قال حملته أمه وهنا على وهن. نعم. مو هكذا؟ صحيح. لم يذكر الوضع. بينما في الأحقاف ذكر حملته أمه كرها ووضعته كرها. يعني ذكر الحالتين. الحالتين والجزاء على قدر ما المشقة، هذا الشيء. صح. ذكر آلام الوضع وآلام الحمل، إضافة إلى أنه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، وهما يستغيثان الله ويلك آمن. فإذا هما مؤمنان، إذا هذا أبلغ بعد. هؤلاء مؤمنان، ذكر لهما آلام الوضع والحمل، وذاك كافر يجاهدانه على الشرك. إلى الأولى بالإحسان. يا سلام، أحسنت، أحسنت. في العنكبوت لا أقل طبعا، الإحسان أحسن من الحسن. وقالوا السنة لسنة بولديه حسنى،
ما الفرق بين الإحسان والحسن؟ الإحسان أن تحسن، أن يتعدى خيرك للآخرين. طب والحسن؟ في نفسه، هو حسن في نفسه، تقول له حسنا. فرق أنت واحد تعامل حسنا وبين تحسن إليه. وعامله معاملة حسنة أو أحسن إليه، فرق ولا لا؟ يعني كلام حسن، كلام طيب، تفضل استريح، شو كيف قول حسن؟ نعم. الإحسان لا، أنت تفعل له أمر سليم. إذن الإحسان أمكن من الحسن، أقوى. أقوى طبعا، يتعدى لأن خير إن هو معاملة حسنة وزيادة وزيادة سليم. الحسن هو في نفسه حسن. نعم. تقول كلمة طيبة، تقول كذا، يعني تأتي إلى موظف تفضل، حاضر، ماذا تريد؟ الإحسان لا، أمر آخر. نعم. في العنكبوت هذا هما أيضا كافران. وإن جاهداك اللي تشرك به، من جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، هما كافران. إذن كافران. طيب، وإن جاهداك لتشرك به. فقال للإحسان ماذا؟ قال الحسنى. لم يقل إحسان، قال حسنى. قال حسنى. وهو لا، لكن لا. لاحظ يعني طيب. في وهما أخف مما في لقمان. قال وإن جاهداك على أن تشرك به. صح، فيها حمل وشدة. صح، يعني اشتراط كأنه جهاد. أخف أيضا جهاد. نعم، لكن أخف. يعني لاحظ لما تقول زوجتك ابنتي لتعينني، زوجتك ابنتي على أن تعينني، هذا أقوى. مو هكذا الشرط هذا؟ صحيح، على أن تأجرني 8 حجج، هذا اشتراط. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، على أن تأجرني 8. هذا اشتراط، بينما ذاك الغرض أنه وإذا قال لي تأجرني، لا ليس في اشتراط. عجيب. لا، فيها يعني تعليل. هكذا. طيب، يعني فإذا لاحظ، فإذا هذه المجاهدة أقل من ما في لقمان. صار حسن، ليس فيها مصاحبة المعار، لكن فيها حسن سليم. في العنكبوت لا، الأبوان مؤمنان، وذكر آلام الحمل والوضع. احنا لا، أصلا لم يذكر أصلا آلام حمل الوضع. صحيح. فإذا اقتضى أنه الزيادة في الحسن وهو الإحسان، ترتب ترتيب بحسب. طب يعني قد يسأل سائل حضرتك بهذا، هو ماذا قال ربنا في وصيته بني آدم بالوالدين؟ كلها. قال إحسانا ولا حسنا ولا كلها، ما قال كلها إحسانا؟ كلها في سياقها. قال كلها؟ كلها، قال كلها. فأنهم الكافر الذي يجاهدك على المعروف وكذا، جهدك لتشرك الصاحبة بالدنيا معروف. اللي أقل منه تحسن الكلام، حسن. اللي مؤمن هو إحسان. إذن هي درجات، وكأنها تقسيمات درجات. هي درجات. لا يعتبر أن هذا مثلا تناقض، تعارض، هو أصلا اختلاف يعني. المعروف يجمعها، المعروف يجمع كل هذا، صاحبة الدنيا معروف. مرة يقول قضى، مرة يقول وصينا. هو قضى ولا وصى؟ هو قضى ووصى الاثنين معا. طبعا هو قضى ووصى في دين. وأيضا جاء وصى بالتشديد، لتشديد الوصية. لم يقل أوصينا. وإذا كان قضى فمن باب أولى أنه وصى، فلما لم يكتفى بقضى مثلا؟ والقضاء أقوى من الوصية. الوصية لها دلالة والقضاء له دلالة. الله أكبر. أنت توصي ابنك بأمور، تقول له أوصيك بكذا كذا كذا، ثم نعم. ووصى بنيه، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يا بني أن الله اصطفى لكم الدين. الوصية يعني أمر يعني آخر، كل وحدة لها. الله، هذا أمر الله، هذا وصية. نعم، هذا من قبيل أنه يعني من خلال التجوال والتطاف نجد أن هنالك كلمة تزيد على كلمة، مثل حسنى وإحسان مثلا. هل هذا من قبيل زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى؟ وإذا كان هذا كذلك، نود بعض الأمثلة من آيات القرآن الكريم، وكيف نفهم هذه الصياغة من وجهة اللمسات البيانية والبلاغية. لكن اسمح لي أخذ فاصلا ونسعد باتصالاتكم عبر الأرقام المبينة على الشاشة. نحن بالانتظار، تواصلكم سر نجاحنا. تفضل يا دكتور. هذه المقولة يعني التي تذكر كثيرا، نعم، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هي يعني حقيقة أمر في اللغة موجود، لكن ليس مضطرد، ليست قاعدة. إذن ليست قاعدة مضطردة، موجود يعني فعلا يحصل أنه مثلا كسر وكسر
كسر فيها مبالغة، جهد واجتهد، قطع وقطع، علام وعلامة، هذه ثالث معنى ممكن، رحم ورحمن، غاضب وغضبان، صح، لكن ليس دائما. حاذر وحذر، حذر أبلغ من حاذر، حذر صيغة مبالغة، صح، وهي أقل في المبنى طبعا. عالم وعليم نفس الحروف، نفس الحروف، كم حرف؟ عدد الحروف هي واحد، لكن واحدة اسم فاعل واحدة مبالغة، فاعل وفعل، لكن يعني كل مشتقات اسم الفعل والمبالغة مشتقات. ما هو لا، المشتقات هي ليست ذات دلالة واحدة، هي متفاوتة إذا. طبعا طبعا. جيد. واله ووله. نعم. غاضب وغضوب، وتلاحظ هو الحروف عددها واحد، لكن واحدة اسم فاعل واحدة صيغة مبالغة، من أكبر صيغ المبالغة صيغة فاعول. فاعول. طبعا. غضبان وغضوب، غضبون صفة غضبان صفة مشبهة، بينما غضوب صيغة مبالغة، غضبان أكبر من عددها أكثر. نعم. والحقيقة الأرجح أن يقال أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. ليس زيادة. ليس زيادة. قال بهذا أستاذنا الدكتور تمام حسان تقريبا في كتاب اللغة العربية معناها ومبناها. يعني من أنصار الاختلاف. اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، هو هذا الأرجح حقيقة. ليس الزيادة. ليس بالضرورة. ليس. أحسنت.